اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من سلسله رموز الدوائر الهيدروليكيه. هنتكلم النهارده عن صمامات عدم الرجوع. وصمامات عدم الرجوع واحده من ابسط واكثر المكونات انتشارا في دوائر الهيدروليك. وظيفتها بكل اختصار انها تسمح للزيت انه يعدي في اتجاه، ما تسمحلوش انه يعدي في الاتجاه التاني. بتعمل ده ازاي؟ لما الزيت يجي يخش من المسار دوت، الزيت يبدا يزق البليه ضد السوسته. السوسته دي سوسته ضعيفه، محتاجه ان ضغط الزيت يكون من 3 بار ل 8 بار ماكسيمم. يعني لما الضغط يوصل للارقام ديت هيقوم زاق البليه ويقوم الزيت معدي. ولكن لو الزيت جاي من الاتجاه التاني، فالزيت ساعتها الضغط بتاعه هيساعد مع السوسته ان هو يقفل البليه اكتر، وبكده يحكم اغلاق المسار وما يسمحش للزيت ان هو يعدي من فوق لتحت. وبكده يبقى التشيك فالف ده بيعدي زيت في اتجاه الاتجاه التاني. لا مش بس كده، لو داخل له زيت من الاتجاهين فالمسار الطبيعي مش هيقدر يفتح البلية الا لما يكون ضغط الزيت فيه اعلى من الضغط فوق. فهو مش مجرد بيعدي زيت في اتجاه الاتجاه التاني، لا ده بيعديه في اتجاه شرط ان يكون الضغط بتاعه اعلى من ضغط الزيت في المسار التاني. طيب ازاي هنعبر عن الرمز بتاعه؟ قال لك والله هو عبارة عن ايه؟ مش هو عبارة عن قاعدة؟ القاعدة دي فوقها بلية، ادي القاعدة يا سيدي، وادي البلية بتاعتك، والبلية دي فوقها سوستة، ادي السوستة. قال يعني لو الزيت جاي داخل من تحت لفوق كده هيزق البلية لفوق ضد السوستة ويعدي، لو الزيت جاي لك العكس فهيزق البلية لتحت ويقفل المسار. جميل جدا. مش لازم التشيك فالف بتاعنا يكون بلية، ممكن يكون اي شكل تاني، المهم ان هو يقوم بنفس الوظيفة. فاكرين ساعة لما قلنا في الفيديو الاول ان احنا مع الرمز بنركز على الفانكشن، مالناش دعوة بالكونستراكشن، ما بيهمنيش هو معمول ازاي. فمثلا في الفالف ده لو زيت عدى من تحت هيفتح الفالف الفوق، لو الزيت جاي لك العكس فهيقفل المسار. وبانه بيقوم بنفس الوظيفة فاحنا هنرسمه بنفس الرمز ايا كان الكونستراكشن بتاعه عامل ازاي. احيانا كمان نلاقي التشيك فالف بتاعنا مرسوم من غير سوستة. ايه الفرق ما بين اللبسوستة واللي من غير سوستة؟ بيقول لك اللبسوستة ده انا مهتم بقيمة البريشر، انا عايز الفالف دوت يفتح ولكن عند بريشر معين، مش يفتح عمال على بطال. ده مثلا لو انت حطه على فلتر، باي باس لفلتر، مسار بديل، لو الفلتر ده اتسد فانت عايز الزيت يعدي من صمام عدم الرجوع دوت. بس عايزه امتى يعدي؟ عند ضغط معين اللي هو الضغط اللي هيحصل لما الفلتر بتاعك يتسد. لكن مثلا لو انت حاطط التشيك فالف بتاعك قصاد المضخه عشان يحميها من الباك بريشر، فانت عايز المضخه اقل بريشر من تحت يفتح التشيك فالف ويعدي. وفي الحاله دي انت مش عايز اصلا اي قيمه بريشر، كل دي لصت انت تصرفها وتدفعها على الفاضي، انت مش عايز الكلام ده. فانت بتحط ساعتها التشيك فالف بتاعك بسوسته ضعيفه. الفكره ان هو في الاخر الفرق ما بين التشيك فالف اللي مرسوم من غير سوسته والتشيك فالف اللي مرسوم بسوسته، ان لما يكون مرسوم بسوسته فانا مهتم بقيمه الضغط اللي هو هيفتح عندها. لكن مش معنى كده ان التشيك فالف اللي من غير سوسته في الحقيقه من غير سوسته، لا هو ممكن يكون بسوسته خالص، وسوسته تكون ضعيفه، واحيانا ممكن تكون سوسته قويه، لكن انا مش مهتم بالقيمه بتاعتها. تعال نشوف كده في الدوائر. ادي عندك التشيك فالف محطوط عشان الباك بريشر، مش حاطط لك هنا هو السوسته، ودي الطبق بتاعنا والبليه. ده تشيك فالف عشان لو حصل الفاكيوم يعمل ميك اب، ف برضه انا مش عايز اي بريشر هنا، عايز اول ما البريشر يقل الزيت يقدر يدخل على طول. تعالوا كده نشوف عند الفلتر، فين الفلتر؟ اهو عند الفلتر هنا. لو هو عايز الزيت يعدي في الاتجاه ده، ولكن امتى؟ لما الضغط يعلى يبدا يعدي الزيت. حلو. هنا برضو عندك تشيك فالف حاطط لك ورا سوست عشان يقول لك القيمه هنا مهمه بالنسبه له. ولكن بصراحه مش كل الناس بتلتزم بالستاندرد ده. يعني مثلا شوف الدايره دي كده، في الدايرة هنا ادي الفلتر بتاعنا وحاطط لك التشيك فالف من غير سوستة. هو انا يعني دلوقتي في الحالة ديت عايز الزيت يعدي من التشيك فالف؟ لا، انا عايزه برضو يعدي لما الفلتر بتاعي يتسد. القصد ان هو الناس دايما مش ملتزمة بالموضوع ده، فانت برضو ما تشغلش بالك قوي. يعني انت فاهم دلوقتي ان مع الفلتر انا محتاج الباي باس لما يفتح عند ضغط معين، ما يفتحش عمال على بطال. هنا مثلا ده باي باس لاورفيس، لا انا عايز لما الزيت يرجع عادي من غير ما يتخنق. فانت اللي هتقدر تحدد وتشوف انت هل ده معتمد على البريشر ولا مش معتمد على البريشر. ما تشغلش بالك قوي بالموضوع. لو الفيديو عجبكم بلاش تنسى تعمل لنا لايك وشير وفولو على الفيسبوك، وكمان سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، واستنونا كل اسبوع مع رمز من رموز الدوائر الهيدروليكية. شكرا.